فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم لنخبرنهم بما حدث منهم في دنياهم بعلم ليس بجهل وبحق ليس بباطل فلنقصن عليهم بعلم ستخبر أيها الناس بما صدر منكم يوم القيامة فالله ليس بغافل أبدا. قال تعالى وما كنا غائبين وما كنا غائبين فربنا سيقص على الناس ما عملوه في دنياهم وهو ليس بغائب أبدا وليس بغافل يقص عليهم كل ما صدر منهم في دنياهم يقص عليهم يوم القيامة. فهؤلاء الظلمة الذين يقتلون أهل الإسلام ويقتلون الأطفال ويقتلون النساء والشيوخ الركع والنسوة السجد هؤلاء سيسألون عن أفعالهم يوم القيامة فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وربنا يعلم الأحداث التي تجري الآن وليس بغافل عنها أبدا. ربنا ليس بغافل أبدا عما يعمل الظالمون أما ربك بغافل عما تعملون. وهو يرانا وهو يرى ما يحدث لإخواننا في كل مكان في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان ربنا يعلم وشاهد ومطلع وليس بغائب أبدا عما يحدث في الأرض. إن الله قال في قضية يقضي بها داود وسليمان عليهما السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فالله شاهد ومطلع ورقيب على ما يحدث وهو أيضا أرحم الراحمين. وهذا عزاؤنا نحن المسلمون أن الله ليس بغافل ولم يكن ربنا أبدا بغافل عما يحدث من فرعون من تقتيل الأبناء واستحياء النساء ولم يكن ربنا بغافل أبدا عما يحدث للمؤمنين الذين خدت لهم الأخاديد وذكر شأنهم في صورة البروج وأضرمت النيران في الأخاديد وقذفوا فيها لا لذنب إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. ربنا ليس بغافل أبدا عن ذلك فهو مطلع ورقيب وشهيد سبحانه وتعالى على علم تام بكل ما يحدث وبكل ما يجري وهو أرحم الراحمين وأرحم بالمسلمين وأرحم بنا من الأم بولدها. ولكنه يريد أن يتخذ شهداء ولو حكمة فيما يجري ويحدث ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقد بشرنا وطمأننا لما كلم الشهداء بعد مماتهم هل تشتهون شيئا تريدون شيئا قالوا يا ربي نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى لما يرونه من الكرامة. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا وفيهم نزل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي هلموا إلينا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فهم سعداء عن الذين قتلوا لآلاء كلمة الله سعداء وأحياء عند ربهم يرزقون. سئل أو قال جابر أما إن قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في حواصل طير خضر هناك قناديل معلقة بالعرش قنديل معلق بعرش الرحمن قنديل معلق بالعرش
وأرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف شاءت ثم تأوي إلى القناديل، تلك القناديل المعلقة بالعرش. فيا هنيئا لهم الذين سبقونا بالإيمان وأورثهم الله فسيح الجنان. ولا ينبغي أن نقول عليهم قتلوا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون. أيها الإخوة، عزاؤنا والحمد لله أن مسلمون ونثق في البعث الآخر، ونثق فيما أخبر به ربنا في كتابه الكريم ونبينا في سنته الصحيحة الثابتة، فلا نجزع أبدا مما يحدث، فنحن مؤمنون. حمزة رضي الله عنه مثل به، وهو عم رسول الله، مثل به أشد التمثيل بعد أن قتل غدرا وخيانة بسهم من الخلف، مثل به وبقرت بطنه واستخرجت الكبد، وطفقت امرأة تحاول مضغها، ومثل بأنفه، منظر مروع حدث لحمزة عم رسول الله. هل ترون أن الله غافل؟ هل ليس ربنا بغافل أبدا عما يعمل الظالمون؟ وكما قال أبو سفيان بن حرب: إن في القوم مثلة لم أأمر بها ولم تسؤني، يعني ما أنا حزين على الذي حدث، هكذا قال أبو سفيان بن حرب. أيها الإخوة، ربنا ليس بغافل، وسيخبر هؤلاء المجرمين وسيخبر الخلق أجمعين عما حدث لهم في دنياهم. قال تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالأحداث التي تحدث يراقبها الله، ولله ملائكة كذلك يرقبونها. وأكرر أن الله قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إن الله قال: والوزن يومئذ الحق، الوزن بالحق كما قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذ هذا القدر أجتزئ حامدا ربي صليا على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.